تفتكر سيادة الوزير هيقول ايه؟ امسك يا حمزة، امسك يا حمزة، امسك امسك. متضايق عشان خرجتك صح؟ معلش كان لازم ده يحصل، لو كنا استنينا اكتر من كده كنا هنموت معاه. لو كنت سبتني شوية كان ممكن الحقه. يا سلام، كنت هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ما كلنا حاولنا وبرضه ما نفعش. المشكلة مش في كده، المشكلة ان كل ده حصل على الهوا. الوزير اصدر امر اننا نجيب غادة وفواز هنا. طب وغادة ليه يا فندم؟ دي امر الوزير، لازم نعمل اي حاجة نوصل بيها لسليم، وبعد اللي حصل لازم نجرب كل حاجة. ايوه سيادتك، بس المفروض فواز في المستشفى. شوفوا طريقة ننقله هنا، اما بقى موضوع غادة فانا يا فندم انا هروح اجيبها. حمزة مالكش دعوة بموضوع غادة. يا فندم ارجوك، يا فندم ارجوك، انا الوحيد اللي ممكن يخليها تتكلم. ماشي، روح هاتها وتعالى وشوف هتعمل ايه معاها. عن اذنك. اتفضل يا فندم. هتعمل ايه؟ أوامر سيادة الوزير. القنبلة دي ما كانش المفروض تنفجر، مش ده اللي أنا كنت عايزه. مال كنت عايز إيه؟ كنت عايز أربي حمزة، كنت عايز أخليه يسمع الكلام، كنت عايز أخليه ينفذ أي حاجة أطلبها منه بعد كده. تمام، يبقى كان لازم القنبلة تنفجر علشان يوصل له الكلام ده. وإحنا أي حاجة نعوز نوصلها نموت ناس أبرياء مالهاش ذنب. في ناس ماتت مننا يا سليم، أنت دفنتهم بإيديك. لازم ناس تموت، دي حرب. افهم، القنبلة دي لو ما كانتش انفجرت كان هيحسوا إننا خايفين، كان هيحسوا بضعفنا، وفي اللحظة اللي هيحسوا بيها بضعفنا هي دي اللحظة اللي هيقضوا فيها علينا. مش دي الناس الغلابة اللي أنت كنت بتدافع عنهم؟ مش هم دول اللي أنت عشانهم عايز توقع النظام؟ فين كلامك يا شيخ جابر؟ فين كلامك يا بتاع ربنا وقال الله وقال الرسول؟ فوق يا سليم وأعرف أنت بتكلم مين. مش كل الناس اللي أنت بتدافع عنها ديت مؤمنين برسالتنا؟ لا، في منهم كتير قوي راضيين باللي بيحصل ده ويهمهم يحافظوا عليه. يعني ايه؟ اي حد هيقف قصادنا هنقتله؟ شرع ربنا هيتطبق ولو هنقابل الجميع. وتاني يا سليم، تاني بقولها لك، زي ما ليك هدف عايز توصل له احنا كمان لينا هدف لازم نوصل له. حمزة خير يا ابني؟ تسمحي لي اتكلم مع غادة شوية بعد اذنك. تتكلم معاها في ايه يعني؟ هو ايه اللي في ايه يا حمزة؟ عايزني في ايه؟ غادة انتي لازم تيجي معايا. تيجي معاك فين؟ يا ابني ما تفهمني اللي بيحصل. اسكتي استني سيبيني افهم ايه اللي بيحصل. في ايه يا حمزة؟ انا معايا امر بالقبض عليكي. الو، مين معايا؟ انا سليم. هو انت يا اخي؟ حل علينا بقى، غادة اتقبض عليها بسببك. ايوه بسببك يا سليم. انت ايه يا اخي ما بتفهمش؟ ساتر. الو،
الو؟ ايوه سياده ليون. ايوه يا فندم، لسه خارج من المستشفى حالا. اه يا فندم، والدكتور بتاعه بيقول انه حالته الصحيه سيئه جدا، ما ينفعش يتحرك خالص. الله يسعدك يا فندم اللي تشوفه يعني. تمام سيادتك، نستنى عليه. ماشي يا فندم، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أظن عرفتي سليم عمل إيه. غادة، بلاش الطريقة دي معايا. أنا مش هنا علشان أتحايل عليكي، أنا هنا عشان ألاقي حل ليكي ولينا. وأنا مش عايزة منك حلول، مش عايزة منك حاجة، كفاية قوي اللي حصل لي بسببك. ده مش موضوعنا دلوقتي. إحنا ما بقاش مطلوب مننا إن إحنا نقبض على سليم. بقى مطلوب مننا إن إحنا نوقف اللي هو بيعمله، مهما كان اللي هيحصل. يعني إيه؟ تقتلوه؟ اللي بيعمله سليم لازم يقف. ما عادش عندنا استعداد إن حد تاني يموت بسببه. وأنا ما عنديش استعداد إن أنا أكون السبب في موته. لو ده اللي انت جايبني عشانه فانا اسفه، ما عنديش حاجه اقولها لك. مصير سليم دلوقتي متوقف على اللي هتقرريه. عايزينك تساعدينا في القبض على سليم. انا مش هساعدكم، مش هيحصل وقت. لو يهمك مصلحه سليم وانه يتقبض عليه عايش يبقى لازم توافقي. واسمعي اللي انا بقوله، فكري فيه شويه، بلاش تردي عليا كلمه بكلمه. ما عادش حد هنا في الوزاره يهمه اذا كان يتقبض على سليم حي او ميت. ولا حتى انا كل اللي فارق معايا دلوقتي هو انتي عايزه ايه؟ عايزاه عايش ولا لا؟ ما هو هيعيش ازاي؟ انتوا لو قبضتوا عليها تعدموه. تبقي خدي حقك بالقانون، اطلبي اعاده محاكمه، قولي عليه مجنون يا ستي، وعرضيه على دكاتره، اعملي اللي نفسك فيه. لكن طول ما هو هربان انا ما اضمنش ممكن يحصل فيه ايه. اذا كان يهمك ان سليم يتقبض عليه عايش يبقى لازم توصلينا ليه. أنا آسف طبعاً إن أنا بحطك في الاختيار ده، بس أنا ما قداميش حل تاني. حطي نفسك مكاني. إيه المطلوب مني؟ هتفضلي معانا هنا لغاية لما يتصل بيكي، وهيتصل. بعد ما يعرف ان احنا قبضنا عليكي ساعتها بس هقولك هتعمل ايه بالظبط. أنا مش عايز أي عمليات فردية طول الفترة اللي جاية. اللي حصل امبارح ده لازم الدنيا سليم أنت رايح فين؟ ناقصاني شوية حاجات رايح أجيبها. طب تعالى أنا عايزك شوية. بعد إذنك يا أخوانا. خمسة دقايق. اقعد يا سليم. خير. أنا عارف إنك لسه متضايق. فاهم كويس اللي انت حاسس بيه ومقدره، بس انت الوحيد اللي عارفني يا سليم. سنين معايا واقف في ظهري، وعارف ان انا ما بعملش حاجه غير خوفا عليكوا او على رسالتنا. كانت رسالتنا، كانت اللي بيننا دلوقتي مصلحه وبس. ماشي، بكره تعرف وتقدر إن كل اللي بعمله ده كان عندي حق فيه. على كل حال خلينا في الشغل زي ما أنت بتقول. خلينا نشوف هنعمل إيه مع صبح الغنيمي. قريت اللي طلعته من الكمبيوتر بتاعه؟ قريت. شفت كل وسخاته؟ عشان تعرف بس إن أنا عندي حق. على كل حال
انا جات لي معلومات ان هيعمل المشوار اياه النهارده. هكلمك في التليفون اول ما اتاكد. طبعا انت عارف هتعمل ايه. عارف. عايز مني حاجه تانية ولا ممكن امشي؟ في رعايه الله يا سليم. في رعايه الله. قبضوا عليا بس خلاص خرجت. مفيش قعدوا يستجوبوني ويسألوني عنك، بس انا قلت لهم ان انا معرفش اي حاجه. لا 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 لا، انا كويسه صدقني، انا كويسه. سليم انا عايزه اقابلك النهارده، في موضوع مهم كنت عايزه اتكلم معاك فيه. لا الليله دي فين؟ يشك في اي حاجه واحنا هنبقى حواليك. يا انتوا هتقبضوا عليه بس سليم هيفضل عايش مش كده؟ ايوه بهاء انت فين؟ انا جاي لك حالا، انا في الطريق اصلا. يلا لا لا ما تخافش مش هتأخر. يلا سلام سلام. نوع حبيبي معلش عايزيني جدا في الشغل، لازم اتحرك حالا. ولا يهمك، بس ممكن تبقى تكلمني طمني عليك؟ ما تقلقيش يا نوع، ايه القلق الزياده ده؟ انت هتبقي عامله زي امي. الله، يعني انت كمان مش عايزني اقلق عليك؟ بس انت ما تخافيش، انا بس هروح بسرعه اشوف ايه في الشغل واطمنك على طول. ما تقلقيش، خير ان شاء الله. تكلمني. هخلص واكلمك على طول. باي. الو. لا انا مامت غاده. مين معايا؟ خالد. الحقني يا خالد، غاده اتقبض عليها. كله تمام، بس انا عايز الناس اللي موجوده هناك تكون لابسه مدني لحد سليم ما يجي ويخش المكان عشان ما يحسش باي حاجه. الموضوع في منتهى الخطوره، عايزه يتم بسرعه وبدون خسائر. وكمان لازم نأمن الشوارع القريبة ونعمل فيها لجان عشان لو هرب. لازم يا جماعة نكون جاهزين لأي احتمال. وأنا وبهاء يا فندم هنبقى قريبين جدا من غادة. لو سليم ظهر هنحاول في الأول نتعامل معاه لوحدنا. وأنا واللواء صبري هنكون على اتصال بيكم. المهم الموضوع يخلص من غير شوشرة، دي فرصتنا. لو نجحنا هنقبض على سليم، لكن لو ما حصلش لأي سبب مش عايز كلمة واحدة تتسرب. كلامي واضح؟ يا فندم بس سيادتك لازم نكون متأكدين فعلا إن سليم جاي. هيجي مدام غادة كلمته يبقى أكيد هيجي. مش هنمشي النهاردة لما نجيب أمه. أنا النهاردة يا قاتل يا مقتول. يلا غادة يلا غادة. يلا ما تقلقش ان شاء الله مش هنسيب حاجه تحصل لها. يلا يا
عايز ايه يا صالح؟ زلي بالكلام يا شيخنا. اتكلم. الباشمهندس سليم بصراحه كده مش عاجبني اللي بيعمله، لا انا ولا باقي الاخوه. ماشي بمزاجه، ولو اتمسك كل اللي بنعمله ده هيضيع بسببه. احنا كمان ممكن يتقبض علينا. ايه كمان يا صالح؟ مفيش، انا بس عايز افهم ساكت عليه ليه. قول لي يا صالح، مين ولي الامر هنا؟ ليه يا شيخنا؟ عشان محدش فيكم قادر يقدر الحمل اللي انا شايله قد ايه. الاماره امانه يا صالح، وانا لا طلبتها ولا رغبت فيها، بس رضيت احملها وانت بايعتني عليها. فلما تيجي بقى وتعرضني على كل قرار اخده وتفضل تزني على دماغ اخواتك، ده يبقى اسمه فتنه. فتنه اشد من ايه يا صالح؟ من القتل يا شيخنا. كويس انك عارف، علشان مش هعيد الكلام ده تاني. امرك يا شيخنا. امشي وياك تسالني في اللي مالكش فيه تاني، فاهم؟ حاضر. ما تقلقش على غادة يا حمزة، احنا مش عايزين غير سليم. انا بس مش عايز يحس بأي حاجة لغاية لما يدخل، مش عايزينه يهرب المرة دي. يهرب بس ازاي يا راجل؟ انت مش شايف المكان كله عامل ازاي؟ ده مترشق بينا، يعني اول ما هيجي خلاص خلصت. انا هاخد لفة كده اطمن على كل حاجة وارجع لك. الو غادة، لو سمحتي. يا حمزة، عايز ايه؟ اقعدي واهدي كده، مش عايز يحس بأي حاجة. ممكن اهو قعدت اهو كده كويس. يا شيخ جابر، في ايه؟ لا مش هينفع دلوقتي، انا في مشوار مهم، مش هينفع اسيبه. مش هينفع. طيب خلاص، لا محدش يعمل حاجه، انا اللي هتصرف في الموضوع ده.
ايوه غدا. انا هفضل قاعده لحد امتى؟ لا هنستنى شويه. ماشي حاضر. تقريبا كده مش جاي. يعني نستنى شويه جايز. نستنى ايه بس يا فندم؟ الساعه داخله على 8، قول لهم يرجعوا. مش عارف ما جاش ليه. ما هو حاجه من اتنين، يا اما حس ان احنا هنقبض عليه فقرر ان هو ما يجيش، او حاجه اهم من كده بكتير هي اللي عطلته. ايه التأخير ده كله؟ ما انا كنت بجهز لك يا بيبي. ايه مستعجل ليه؟ وحشتك؟ قوي. يا سلام. انت سليم فواز. واضح ان هو مش جاي. هشوف تليفونك لو سمحتي. في حاجة تانية دلوقتي؟ هنرجع للوزارة. يلا بينا. يعني مش جاي؟ بعد كل اللي عملناه بروح أمه ومش جاي. يلا رجالة أنتوا عند العربية، هنرجع تاني. متهيألي خلاص اتعرفنا. بتكلم بقى. أنا ماليش دعوة، أنا هخرج من هنا. اقعدي. مفيش حد هيخرج أو يدخل هنا من غير إذني، ولو قطعتي كلامي تاني مش هتخرجي من هنا خالص. أنت سليم فواز اللي مش مهم، ما تتكلمش عني دلوقتي، تعالى نتكلم عنك أنت شوية. تحب نبتدي بيه؟ شحنة الأدوية الفاسدة اللي أنت جبتها السنة اللي فاتت وبعتها للمستشفيات الحكومية بضعف ثمنها؟ ولا نتكلم عن حملة التبرعات للمناطق العشوائية اللي محدش عارف الفلوس اللي أنت لميتها دي كلها راحت فين غيري أنا؟ أنت عرفت الحاجات دي إزاي؟ لو أنا مكانك مش هفكر في ده دلوقتي. كل اللي هفكر فيه إن الحاجات دي لو طلعت هيحصل لك أنت إيه؟ لو أنت عايز أي مبلغ أنا ممكن أكتب لك بيه شيك حالاً. أنا لو عايز أخد منك فلوس هاخد كل فلوسك وبرضه مش هتكفيني يا صبحي. بس أنا عايز منك حاجة تانية خالص. حاجة إيه؟ مشروع المتحف. مشروع المتحف ده من الأساس ما كانش بتاعك، لكن أنا عارف كويس أنت دفعت لمين كام عشان العطا يرسى عليك. ودلوقتي اللي أنا جاي بطلبه منك إنك ترجع حاجة ما كانتش بتاعتك من الأساس. ابعد عن مشروع المتحف. أبعد عنه؟ ليه؟ معتز هو اللي بعتك. صح. مش مهم، المهم إنك هتنفذ اللي أنا بقولك عليه. حاضر حاضر. من بكرة الصبح مشروع المتحف ده أنا ماليش دعوة بيه نهائيا. برافو يا صبحي، برافو. حاجة أخيرة قبل ما أمشي، تفتكر إيه اللي ممكن يضمن لي بعد ما أخرج من هنا محدش فيكم يكلم البوليس؟ مش هبلغ، مش هقول لحد. أنا لا شفتك ولا أعرفك. هصدقك. ماشي. بس يكون في علمك، زي ما عرفت أوصل لك دلوقتي، هعرف أوصل لك تاني في أي مكان.
تنساش اللي اتفقنا عليه. ليه ما جاش طيب؟ ما جاش ليه؟ ما كانت فرصتنا كنا قبضنا عليه واستريحنا وخلصنا. طب حمزة انت متأكد انه ممكن تكون غادة حاولت تحذره؟ المكالمة حصلت قدامي وغادة عملت كل اللي طلبته بالظبط. طب وما ليه طب اللي حصل يا حمزة؟ مش عارف بس اكيد في حاجة. عارف انا حاسس ان في حاجة هتحصل. ربنا يستر. غادة يا حبيبتي عملوا معاكي ايه؟ ولا اي حاجة، هي كويسة هي وكانت معانا وزي الفل. وخدتوها ليه اصلا؟ بنتي ما عملتش حاجة، هو كل مصيبة تحصل في البلد تجيبوها على هنا؟ غادة انت كويسة؟ تعبانة بس محتاجة اروح دلوقتي. اتفضلي هوصلك. لا متشكرة قوي، واظن انا عملت اللي عليا وزيادة. انا هوصلكم، ممكن نمشي بقى دلوقتي ولا تحب نجيب محامي عشان نخرجها؟ محامي؟ أنا ما تشرفتش بسعادتك. خالد شكري زميلها في الشغل. لا الحكاية مش محتاجة محامي، وبلاش تسخن قوي كده. هنقعد ولا هنمشي ولا هنعمل إيه بالظبط؟ لا طبعا تقدروا تتفضلوا. يلا يا بنتي، يلا يا خالد. هيعدي عليك واحد دلوقتي اسمه خالد شكري، عايز تحريات كاملة. زميلها في الشغل. وبعدين يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا غير حاجة واحدة، نجيب فواز أبو سليم هنا. أنا متشكرة قوي يا خالد على وقفتك معايا، وفعلا ما كنتش عايزه ادخلك معايا في مشاكل. ايه هذا الكلام ده؟ لا يا ستي انا عايزه اتدخل. بصي يا غدا، انا من ساعه ما عرفتك وانا ما بطلتش تفكير فيكي، وشايفك بتمري بظروف وبمشاكل، وده عمره ما اداني فرصه ان انا اتكلم معاكي. اصلا يا خالد عندي ظروف وانت عارف. والنبي يا شيخه ما تقاطعنيش، انا بطلع الكلام بالعافيه. طيب حاضر اتفضل بسمعك. شوفي يا ستي، أنا مقدر جدا الظروف اللي أنت بتمر بيها، ولو على إنك أنت محتاجة وقت عشان تعدي الظروف دي أنا معاكي، ولو بعد فترة لقيتي نفسك مستعدة إنك تفتحي صفحة جديدة أنا موجود. طب أنا لازم أنزل، تصبح على خير يا خالد. يعني خدوك غصب عنك عشان تساعديهم؟ ما حدش غصب عليا يا ماما، انا اللي وافقت اساعدهم. وانتي توافقي ليه اصلا؟ انتي مالك؟ وبعدين حمزه ازاي يطلب منك حاجه زي كده؟ ولازمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ مش انا قدامك اهو ورجعت وكويسه ومفيش اي مشكله، يبقى بتعملي كده ليه؟ الحمد لله انتي رجعتي المره دي بالسلامه، اضمن من ايه بقى المره الجايه ترجعي لي؟ امي أنا اتخنقت النهاردة أسئلة وتحقيقات وسين وجيم، كفاية بقى خلاص، مش قادرة أكتر من كده، حرام. صبرني يا رب.
صبرني يا رب.